Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatu tujina biha min jami'il ahwani wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها
وبعد الممات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع لنا بها جميع الحاجات
وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.